اوكي وخذ ماشي مجموعة من ماشي الأنابيب يعني مو ماشي. هسه نشوف، احنا نبلش نشوف هاي صورة. تشوفون البرزنتيشن واضحة يمكم؟ الكل واضح، اللي ما واضح يجاوبني بالله. هذه فرد صورة لكوندنسر معين، حتى بس يصير عندكم تصور على حجم الكوندنسر، شنو الكوندنسر. وراح نبديها طبعا بيجي فرد جي اي اف بسيط. شوف وين عادة يربط الكوندنسر. شوف الكوندنسر عادة يصير اسفل التورباين. شوف هذا كوندنسر، هذه بس حتى يعني تصير عندكم فكرة عن حجم الكوندنسر وين موجود لقسم من التوربينات. هسه اذا نيجي نعرف الكوندنسر، عرفوه الجماعة انه هو هيت اكسشينجر، عرفوه. بس هو تعريف الكوندنسر، تعريف الكوندنسر هو الجهاز اللي يكثف لنا الستيم اللي خارج من التوربين. الجهاز اللي يكثف لنا الستيم اللي خارج من التوربين، هذا التعريف اول. اذا بس مو التعريف ما يكفي، لازم نشوف واجبات الكوندنسر. خلي ذولا الكوندنسر بواجبين، واجبين مهمات. الواجب الاول هو ان يخفض لنا الضغط بعد التورباين الى الضغط المطلوب، يعني حتى تكمل الدوره بالثيرمال باور بلانت، بالستيم باور بلانت، حتى تكمل الدوره لازم يكون بعد التورباين الضغط منخفض، وقلنا الكفاءه تصير عاليه لما يكون الضغط منخفض. فاذا الاولى حتى تستمر الدوره وحتى الستيم يمشي داخل التورباين لازم اكو سكشن، لازم اكو سحب، لازم اكو سحب. فاذا اول واجب اللي هو يخفض لنا البريشر بعد التورباين. هاي اذا تشوفون هذا اللي نرمز له للكوندنسر بهذا الرمز. البريشر هنا عالي بنقطة 3 ينزل إلى نقطة 4، منو يأمنها هذا النزول إلى نقطة 4؟ يأمن لنا إياها الكوندنسر. إذا الواجب الأول هو تأمين لو بريشر بعد التوربين. الواجب الثاني اللي هو البويلر، قلنا يحتاج لازم ليكويد، قلنا البامب ما يصير تشتغل على تو فيز، فإذا لازم يجهز لنا ليكويد. هذا الليكويد من يجي؟ احنا جاء عندنا ستيم بالتورباين والبويلر يريد ليكويد، اذا لازم يكثف لنا كل الستيم اللي موجود ويهيئه حتى ممكن ينضخ الى البويلر على شكل ليكويد. هذا صوره. احنا مو عندنا فقط الكوندنسر، اذا تلاحظون هذا الكوندنسر، هذا هو الكوندنسر، بس هو الكوندنسر جزء من منظومة الكولينج سيستم، والكولينج سيستم بمضخات وبتوار وبمنظومة متكاملة. إذا عندنا كولينج سيستم، الكوندنسر جزء منه. إذا الكوندنسر راح يربط لنا بين منظومتين، منظومة الكولينج سيستم والسايكل اللي هو البويلر والتورباين. هسه هذه اشكال مختلفه للكوندنسر، وشلون يرسم الكوندنسر بالليترشر، شلون تلاقوه، اما يرسم بهاي الطريقه او يرسم بهذه الطريقه. هذا كوندنسر، انا عاده اذا تشوفون دائما ارسمه بهذه الطريقه. هذا معنى كوندنسر. عندك هذه دورة مالت الكوندنسر، والدورة الثانية نرمز لها فقط بهذا الجزء اللي هو هنا مربوط عندك التور وموجود النهر وموجود تفاصيل. هذه الدورة الثانية اللي هي أنا أرمز لها فقط بهذا الرمز. يرمزوا لها أيضا بهذا لأن بيه دورتين، هذا الجزء من الستيم اللي يدور بالدورة الأولى بالسايكل كارنت سايكل، وهذا الجزء الثاني اللي هو يدور بدورة الكولينج سيستم، يرمز له ايضا بهذا الرمز. اذا هذا التعريف، وهذه المقدمة شنو معنى الكوندنسر وشنو واجبات الكوندنسر. نيجي نعيد شوية نشوف انه الافشنسي
تزداد دائما. إذا رجعنا على كارنوت سايكل، إذا رجعنا على كارنوت سايكل عندنا تي ماكس وتي من، هذا تي ماكس وهذا تي من، فأمتى يزيد الإفشنسي؟ يزيد الإفشنسي لما يزيد التي ماكس. لما يزيد التي ماكس نشوف هنا تزيد الإفشنسي، الافشنسي تزيد لما تزيد التي ماكس، وتزيد الافشنسي ايضا لما تقل تي من. اذا هذا الخط ايش قد ينزل جوا وهذا الخط ايش قد يصعد فوق، تزيد الافشنسي. فاذا حتى نزيد الافشنسي قلنا لازم الكوندنسر يعمل باقل درجه حراره ممكنه، اقل درجه حراره ممكنه يعمل الكوندنسر. التي ماكس نزيدها الى حدود معقوله، محدودين احنا بالليمت مالت التحمل الماتيريال. اذا نجي على شغلنا اللي هو بالكوندنسر، شلون نقدر نقلل؟ اكو خيارين، احنا الستيم لازم نشتغل، الكوندنسر يشتغل بالاتموسفيرك، فاما يشتغل باتموسفيرك بريشر، وإذا اشتغل بأتموسفيرك بريشر احنا نعرف انه بالأتموسفيرك بريشر التمبريتشر اللي يصير بها الكوندنسيشن هي 100 مئوي. اذا حتى يشتغل الكوندنسر على الأتموسفيرك بريشر لازم يكون عندنا درجة الحرارة الكوندنسيشن اللي يتكثف بها الستيم من التورباين لازم تكون 100 مئوي. اذا 100 مئوي فراح نخسر كثير من الحرارة اللي موجودة بالستيم، هذه راح تروح إلى النهر، راح تروح إلى شوف شنو المصدر المياه. عندنا حل آخر، عندنا حل آخر أن نشتغل بدرجة حرارة atmospheric temperature. ذيك اشتغلنا atmospheric pressure، هنا atmospheric temperature. وإذا نرجع على التيبل نشوف الatmospheric pressure قد تنطينا ضغط حتى يصير كوندنسيشن، نشوف لازم نشتغل الفاكيوم. اذا حتى نشتغل بالاتموسفيرك تمبريتشر اللي هي درجه حراره 20-15 اللي موجوده بالمياه بالنهر اللي ناخذ منه المياه الكولينج، فلازم يصير عندنا فاكيوم. من يصير عندنا فاكيوم، اذا الفاكيوم اللي راح يصير بالكوندنسر هذا الظرف ما ممكن يتأمن بسهولة، فإذا الكوندنسر لازم يأمن لنا ظروف اشتغال فاكيوم، لازم يكون محكم، لازم، لأن أي تسريب بالكوندنسر راح ينهار عمل المنظومة. إذا يعني هنا مدخل حاولت أجيب لكم مدخل حتى نشوف الكوندنسر شون يشتغل، ظرف الكوندنسر يشتغل بظرف فاكيوم. من يشتغل بظرف فاكيوم يعني الضغط الجوي أقل، الضغط أقل من الضغط الجوي، فأي تسريب أي شيء راح يدخل الهواء الخارجي ويتعادل الضغط وينهار المنظومة. إذن حتى نشتغل بأتموسفيرك تمبريتشر لازم يكون فاكيوم، والستيم كوندنسر دائما يشتغل بفاكيوم، يشتغل بضغط أقل من الضغط الجوي. هسه نيجي نشوف انواع الكولينج سيستم. عندنا كولينج سيستم بانواع، اللي هو الكولينج سيستم اللي يضم الكوندنسر ويضم المضخات ويضم الكولينج تاور، كل هذه المنظومه هي منظومه الكولينج سيستم. اكو كولينج سيستم اوبن كولينج سيستم، واكو كلوزد كولينج سيستم، واكو الهايبريد اللي هو ميكست بين الكلوز وبين الاوبن. هسه نيجي عليهم. شوف طبعا هذا الكولينج تاور، حتى بس يصير لكم فكره عن الكولينج تاور وحجمه، هذه محطات طاقه، قد تكون طاقه نوويه بس السسمه ايضا يكون بيه كوندنسر، كل المحطات الحراريه يكون بيها كوندنسر. اذا هسه نيجي نشوف شنو الاوبن سايكل. اوبن سايكل كولينج سيستم، هذا عندنا سايكلين. السايكل الأول اللي هو هذا السايكل اللي يدور بين من التورباين إلى البويلر، أحمد رضوان، أوكي. والسايكل الثاني هو هذا السايكل اللي يروح من النهر
من النهار إلى مضخة، يصير التبادل الحراري هنا ويرجع إلى شو يسموه الكولينج تاور وهكذا. إذن الأوبن راح يأخذ الماء من النهر ويبرد به الستيم اللي موجود، والستيم ما يصير تماس تاتش بين الستيم والماء اللي موجود من النهر، ويرجع الماء يضخ إلى النهر مرة ثانية. إذن هذا راح يسموه الأوبن. هذا هنا بالرسم الديجرام راح يكون هيك، ناخذ من المضخة تاخذ من النهر تودي، يصير التبادل الحراري هنا يخرج مرة ثانية. إذن هذا النوع الأول الأوبن ساكن. هسه نيجي على كلوز. على كلوز، كلوز سايكل كولينج تاور. الكلوز سايكل لا، هذه الدورة مغلقة أيضا، هذه الدورة مغلقة، الدورتين مغلقة، فقط من ناخذ نعوض يصير لوسز بال 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 بالووتر اللي موجود. صار العدد 25، خلي بس اخذ الحضور. من الدورة مغلقة، من يصير لوسز بالووتر راح نعوض، ف بين فترة وفترة والدورتين تكون مغلقة. إذن هذه الكلوز والأوبن. الهايبريد هي مرات تحتاج، مرات مثلا مكانات موجودة مياه، مواسم موجودة مواسم ما موجودة، فيصير يخلون يعني ميكست بين الهاي بين بين الكلوز والأوبن، وهاي تعتمد على حالات معينة. إذن هسا صار عندنا أوبن وكلوز كولينج سيستم. نوعية الكولينج سيستم تتأثر 100% بتوفر المياه، تتأثر بالمنطقة اللي تكون بها المحطة، تتأثر بظروف كثيرة، حتى ظروف البيئية تتأثر بها نوع الكولينج سيستم اللي موجود. هسه نيجي على أجزاء نعددها تعداد سريع، أجزاء الكولينج سيستم اللي هي الكوندنسر اعتيادي، بعدين عندنا سبلاي ووتر نهر بحيرة، بعدين عندنا المضخات. راح تشوفون هسه عندنا عدة مضخات، مضخات السيركوليشن بالكولينج سايكل، والمضخة اللي تودينا للبويلر، عندنا هوت ويل اللي هو البئر الحار يسمى الهوت ويل اللي هو يخرج. هسه نشوف تفاصيلها، لما يتكثف الماء من الكوندنسر ينزل يسموه الهوت ويل، والخزان اللي يجهز ماء التبريد يسموه الكولد ويل، والكولينج تاور. هذه الاجزاء نمر عليها بسرعه مجرد تعداد. هسه عدنا نجي على انواع الكوندنسر. عندنا ثلاث انواع من الكوندنسر. مرة بالليتريتشر راح تلاقون مرات يقسموها نوعين ومرات يقسموها ثلاث انواع. الدايركت كونتاكت، احنا شفنا الدورتين، دورة التبريد ودورة الستيم اللي دورة السايكل اللي هو الرانكن سايكل. هذه الدورتين ممكن ينخلطن، يعني ممكن يصير ميكس بالووتر اللي يجي للتبريد واللي جاي من التورباين، يصير ميكس فتصير دايركت كونتاكت كوندنسر اور ميكسينج تايب. والنوع الثاني اللي هو السيرفس كوندنسرز واللي هو النون ميكسينج تايب، اللي هو هذه مع الدورتين واحدة مفصولة عن الأخرى. وأكو إيفابوريتيف كوندنسر، مرات الإيفابوريتيف يدمجوه بالسيرفس، مرات يعتبروه، بتلاقون بالليتريتشر مرات تلاقون بالليتريتشر فقط تو تايبس. أنا سويتها يعني مو سويتها، أخذت من الليتريتشر الجهة اللي مقسميها إلى ثلاثة. إذن دايركت كونتاكت كوندنسر وسيرفس كوندنسرز وإيفابوريتيف كوندنسرز. هسه نيجي على الدايركت كونتاكت. الدايركت كونتاكت من اسمه، من اسمه هي التسمية تعرفها أنه راح يصير ميكست بين الكولينج ووتر وبين الووتر اللي جاي من التورباين. هذا أول نوع بي
السبراي كوندنسر. طبعا هذا يتقسم الى اقسام، اول نوع راح ناخذه هو السبراي كوندنسر. السبراي كوندنسر ايضا من اسمه واضح انه هو راح الستيم اللي يجي من التورباين بالنقطه رقم 2، هذه النقطه رقم 2 يجي الستيم من التورباين ينزل، راح يتجزأ اما عن طريق بليت مثقب او عن طريق طرق مختلفه، راح يجي ينخلط ويا سبراي. السبراي جاي من الكولينج تاور، هذا الكولينج تاور اللي موجود هنا اللي برد الماء، هذا السبراي يبخ ينخلط المياه ميكس يصير بين الستيم والماء. على هالاساس من الماء بارد راح يتكثف الستيم، ينزل الستيم المتكثف هنا يضخ الى مضخه، هذه المضخه يتجزا الى جزئين، جزء يروح الى دوره التبريد هذه وجزء الاخر يروح الى السايكل الرئيسي اللي هو البويلر ومن ثم الى التورباين. اذا هذا يسموه سبراي تايب. هذا السبراي تايب يعني من الدياجرام هنا واضح الكلام، وحاولت كل الكلام اكثر الكلام اللي موجود بالمحاضره البي دي اف في النقاط الرئيسيه اجيبها هنا حتى تكون واضح لكم. اذا هذا الجزء الاول اللي هو سبراي تايب. الجزء الثاني بس عندي بعد بالسبراي تايب عندي الماس بالانس، شو راح يصير عندنا بالسبراي تايب؟ اذا نشوف انه ام 2 وام 4 هي نفسها، هذه راح يخرج منها يروح للبويلر ويجي يدخل للتورباين يطلع من التورباين، اذا بالماس بالانس ام 2 تساوي لنا ام 4. ام 5 زائد ام 2 راح يجمعون يصيرون ام 3، ام 3 هذا هي اللي عباره عن ووتر ساتوريتد ووتر، هنا ينزل ستيم هنا يجي ووتر يتكثف الستيم وكله ينزل ساتوريتد ووتر. اذا ام 2 زائد ام 5 يساوي لنا ام 3. الانرجي بالانس ايش راح يصير؟ راح نجي على هذا الجزء نسوي له بالانس ونقول كل شيء نجمع كل شيء دخل ويساوي لنا كل شيء خرج من السيستم. اذا ايش عندنا خرج من السيستم؟ ام 3 اتش 3، وايش دخل للسيستم؟ اللي هو ام 2 اتش 2 زائد الماس فلوريت مضروب بالانثالبي للانبوت 5. اذا هذا كل اللي ردت اذكر لكم اياه. واكو ريشيو، هذا الريشيو بين نسبه الماء اللي راح يدور بالتبريد بالكولينج والى الماء اللي راح يدور بالسايكل مالتنا الرئيسي اللي هو رانكين سايكل، اذا كان رانكين سايكل او الدوره الرئيسيه اللي نولد بها الانرجي. اذا هذا الريشيو اللي هو ام 5 على ام 4 او ام 2 نفس الشيء، اللي هو نسبه الماء اللي دا نسوي به كولينج الى نسبه الماء او الستيم اللي دا يستخدم في الدور. اذا هذا فقط ما يخص الماس بالانس والانرجي بالانس. هسه نيجي على النوع الثاني اللي هو الجت. الجت كوندنسرز اور ميكسينج تايب كوندنسر، يعني اللي هو نوع من انواع الميكسينج تايب كوندنسر. هذا الجت هذا مقارب مشابه الى النوع الاول اللي ذكرناه اللي هو سبراي، بس هذا راح يكون بمضخات، راح يكون بمضخات. طبعا هنا اذا تشوفون المخطط هذا، خلي اجيب القلم، اذا تشوفون المخطط هذا هنا راح تكون المضخه اللي ضخنا، ما رسمتها، اللي راح تضخنا للسايكل مالتنا اللي هو للبويلر وللتورباين. اذا تشوفون هنا عندنا مضخه، وممكن في انواع معينه من الكوندنسر تكون عندنا هنا مضخه، فهذا يختلف عن السبراي بوجود مضخات، مضخه اكثر. هسه نيجي نشوف شنو هذا الجيت كوندنسر. هذا ايضا يصير ب ميكسينج بين الستيم وبين الووتر اللي يجي. هذا الدرجة الحرارة، حرارة الكولينج والستيم بالنتيجة راح تتساوى لأنه هو ميكس تايب. يعني هذه حبيت أذكر النقاط اللي يتميز بها هذا. التبادل الحراري
راح يصير مباشر نفس النقطة تقريبا بصياغة أخرى، أنه هو درجة الحرارة متساوية، لأن هو دايركت، لأني راح يصير تبادل حراري عن طريق التماس أو الخلط بين الستيم والووتر. هنا لازم قلنا الووتر أو الستيم اللي يروح للسايكل، للرانكين سايكل، لازم يكون بيور، لازم ما يكون بشوائب، لازم يتعامل معاملة خاصة. وهذا الووتر ووتر تريتمنت، محطات ووتر تريتمنت اللي هي حتى بها تكلفة عالية. فلما يصير ميكس بين الاثنين بهذا البلجت كوندنسر، راح لازم الووتر التبريد ووتر اللي يروح لسايكل اثنين هن يكون بيور، ما بيهن اي بارتيكلز، ما بيهن اي مواد تتاثر على البويلر والتورباين ولا. فاذا هذا لازم يكون كل الماء معامل ووتر تريتمنت. هذه عاده تكون استخدامها يعني نسبيا اقل، هذا النوع من اذا عندنا الجيت هذا النوع يتكون من يتقسم الى ثلاث اقسام: لو ليفل وهاي ليفل واجكتر. راح كل واحد منهم اتعرض لهم بصوره بسيطه واحاول تكون واضحه ان شاء الله. عندنا هذا اللو ليفل جيت كوندنسر، هذا الاول، هذا النوع الاول، وهذا سموه لو ليفل نسبه الى ارتفاع هذا الكوندنسر، وهسه نجي على تفاصيل اكثر. الهاي ليفل هذا، والجت الاجكتر هذا واستخدامه قليل، وما راح نتعرض، ما راح يعني نناقش كثير عنه. اذا هسه نجي نشوف اللو ليفل. اللو ليفل كوندنسر راح طبعا كل الكوندنسر راح يكون ب فاكيوم. فشون راح يصير؟ هنا راح يتشكل الفاكيوم عن طريق هذه المضخة، هذا يصير فاكيوم. بهذا الفاكيوم راح يتم سحب الماء من مصدر المياه، الكولينج باوند نسميه، وهنا يدخل الستيم. طبعا اكو نوعين هسه نجي عليها. يدخل الستيم، هذا النوعين اللي هو ممكن يكون الووتر للتبريد والستيم، ممكن يكون اثنينهم نفس الاتجاه وراح نسميه بارالل، وممكن يكون اتجاه متعاكسات وسميه كاونتر. اذا نوعين من اللو ليفل جيت كوندنسر اللي هو بارالل وكاونتر. وهذه معناها لما يكون بارالل، لما يكون الماء اللي يجينا للتبريد والستيم يكونوا من نفس الاتجاه، اثنينهم البارالل والكاونتر، اثنينهم يدخل الووتر من الجهة العليا، الووتر يدخل من الجهة العليا، وموجود بليت هنا، بيرفوريتد بليت اللي هو بليت مثقب على مود يجزئ الووتر، يصير بترذيذ. هذا ترذيذ حتى يسمح لي أكثر كمية من التبادل الحراري اللي ميكسد، حتى جزيئات الستيم تنخلط ويا جزيئات الووتر ويصير تبادل حراري ويصير تكثيف. هذه حكيناها. إذن هذا راح نجي على الديس ادفانتج مالته. هذا النوع من الكوندنسر راح يكون به مشكله، انه اذا عطلت هاي المضخه، طبعا هاي المضخه على مود تسوي لنا فاكيوم، المضخه اللي تروح للبويلر ايضا هي هنا موجوده، هاي مو المضخه اللي تروح للبويلر، هذه المضخه اللي تامن لنا الفاكيوم هنا. هذه المضخه اذا عطلت راح يصير فلودنج، اي فيضان للمنظومه كلها، ولازم تتوقف المنظومه. يعني احد اهم مشاكل هذا النوع من الكوندنسر انه يصير بفلودنج اثناء عطل هذا المضخ. اذا هذا التقسيم مال لو ليفل اللي هو بارالل و
كاونتر. هسه البارلل شلون يعمل؟ راح نشوف هنا. وحاولت شو اسمه بالانيميشن اوضح لكم الطريقه اكثر مما بالكلام. هذا يجينا الووتر منه بسبب الفاكيوم اللي موجود هنا، الستيم يدخل من فوق من هاي جاي لما ينخل، وهاي اكل البرفوريتد تراي او البليت المثقب موجود هنا، راح يجزئ الووتر، راح يدخل الووتر هنا ينخلط. هذا البارالل اثنينهم نفس الاتجاه، راح ينزل يتكثف وينزل الماء موجوده هنا مضخه تسوي لنا الفاكيوم. هذا الماء راح جزء يروح الى الكولينج باوند وجزء راح يروح الى المضخه والى البويلر. اذا هذا البارالل فلو. شوف الستيم من يدخل من الاعلى والووتر يدخل من الاعلى، اثنينهم متوازين، يصير التبادل الحراري. عندنا الكاونتر فلو، هذا الجزء الثاني. شوف الستيم يدخل منه ويخرج باتجاه الاعلى، الووتر يدخل من الجهه الثانيه، هذا الووتر راح يصير كاونتر فلو، يمتزج الووتر مع الستيم اللي جاي هنا، وراح يتكثف كل الستيم، راح يخرج فقط من الهواء وقليل من الستيم ايضا يدخل، اللي ما ممكن يخرج من اللي ما ممكن السيطره عليه. راح يتكثف الستيم وينزل الى هنا ويتجمع، وايضا نفس العمليه الدوره، جزء منه يروح للسايكل الكولينج سايكل، والقسم الاخر راح يروح الى المضخه البويلر والتوربين. اذا هذا النوعين من الجت كوندنسر اللي هو البارلل والكاونتر فلو، بارلل فلو وكاونتر فلو. هسه نيجي على الهاي ليفل. هذا الهاي ليفل شنو؟ هذا الفكره مالته بجعل الكوندنسر مرتفع بانبوب طوله 10 امتار 0.36، وتلاحظون فرقه عن ذاك ماكو مضخه. شوف شنو فائده ال 10 امتار 0.36؟ منو يقدر يقول لي؟ ضغط الهواء، ضغط الهواء حتى نسوي فاكيوم، ضغط الهواء. شوف انت اذا عندنا، لو عندنا انبوبه مقلوبه اذا تتذكرون اخذتوه بالفلو بالفلويد ميكانيك، لو عندنا انبوب مقلوب مسدود في داخل ماء وزئبق، راح يكون ارتفاع الزئبق ايش قد؟ 760 مو؟ ينزل ارتفاع الزئبق الى ارتفاع 760 حتى يصير فاكيوم هنا. بينما اذا ما هذا الارتفاع يحتاج انبوب طوله 10.36 حتى يصير عندنا فاكيوم هنا. فلذلك نمسح، لا عفوا، فلذلك جعلوا هنا انبوب ارتفاعه هنا السطح هذا اتموسفيرك بريشر. فبما انه اتموسفيرك بريشر يعني هنا بهذا الانبوب اتموسفيرك بريشر، فاذا هنا اتموسفيرك بريشر ننزل جوا الضغط يزيد، نصعد فوق الضغط يقل، اذا يقل الضغط الى ان هنا يصير فاكيوم، الى ان يصير فاكيوم بهذه النقطه. هذه يستغلوها على مود يعوضون ما يصير بامب هنا. هذا بالفاكيوم راح يجي يسحب الماء من الكولينج باوند ويدخل الستيم من هنا ويصعد الستيم باتجاه الاعلى، يتلقاه الووتر ايضا اكو بيرفوريتد بليت هنا او بافل بليت يسموه، هذا مثقب على مود يجزئ الووتر. راح بهذه العمليه الميكسد مالتهم ينزل الماء يتكثف وينزل الى الهوت وول، الهوت ويل، البير الحار اللي يسميه، واللي من عنده راح ناخذ، من عنده ناخذ الى البويلر والتربين. اذا هذا فرقه فقط، انه لازم يكون الكوندنسر
مرتفع 10 امتار عن مستوى الهوت ويل. لازم يكون الخزان يعني المحطة عادة يكون المحطة موجودة، إذا موجودة على مستوى الأرض يحفرون 10 امتار جوا ويخلون الخزان جوا على عمق 10 امتار حتى تتأمن الارتفاع المطلوب اللي يأمن لنا الفاكيوم بهذه النقطة. هذا فقط الفرق عن اللو ليفل، هذا الهاي ليفل أو يسموه مرات البارامتريك كوندنسر. إذا هذا النوعين، حكينا النوعين اللي موجودات اللي هي هذن الأنواع اللي حكيناهن اللي ميكست، اللي يكون ينخلط بيها ووتر ماء التبريد مع الستيم اللي جاي من التورباين. هذا مشكلته يحتاج لنا لازم الماء كله نعالجه. هسه نيجي على السيرفس، النوع الثاني سيرفس كوندنسر او النون ميكس. هذا النوع ما يختلط ب الووتر اللي جاي للتبريد مع الستيم ووتر اللي داخل الدوره الثانيه اللي هي رانكين سايكل. فهذا لو تشوفون الستيم يدخل منه، وطبعا عندنا نوعين مقسميها، الستيم يدخل منه وهذه الدوائر هي عبارة عن أنابيب التبادل اللي هي رايحة لداخل الشاشة. حاولت هسه أرسم لكم إياها بطريقة أخرى. هذا ما يصير بيه تماس، هذا أكيد الكفاءة مع التبريد أقل. بس إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا الماء اللي للتبريد ما راح المفروض يكون، ما مطلوب أن يكون بنفس نقاوة الماء اللي يدخل إلى التورباين والبويلر. هاي طبعا عادة تكون أنابيب، هذه الأنابيب اللي هنا عادة تكون أنابيب فند بها شون الأجهزة التبريد القديمة اللي بها فن، اللي بها هاي الريش. ف الووتر يدخل من الجهة الأعلى، وهذا بنوعين أو ثلاث أنواع أيضا، اللي هو داون فلو وسنترال فلو وانفرتد فلو. وهذا الداون فلو يقصد به الماء اللي يروح إلى التورباين، العفو إلى البويلر. هذا داون فلو، العفو الداون فلو، الماء دائما ينزل من الأسفل، الاير اللي يخرج والبقايا من الفايبر اللي تخرج تروح هذه للهواء، هذه إما مركزية أو بالأسفل. هذا قصد الداون فلو والسنترال فلو. هسه نيجي على تفاصيل. هنا عندنا داون فلو والسنترال فلو. هذا شوف الأنابيب بهذا الشكل راح يصير. هذا يدخل الستيم من الأعلى وماء التبريد بهذه الأنابيب، راح يتبرد أنا آسف، هذه المعلومة اللي قبل شوية قلت لكم إياها، مو هذا ما يروح إلى البويلر، هذه الووتر يتجمع هنا، الووتر يتجمع هنا وهذه يروح إلى البويلر. أوكي خليني أقول. هذا الأنابيب، أوكي هذه الأنابيب هنا أوضح، هذه الأنابيب أنابيب الكولينج اللي هي طبعا أكو نوعين، أكو نوع الستيم يكون بداخل هذه الأنابيب وأكو نوع الستيم يكون، فأني صار عندي كونفيوز بين النوعين. هسه نجي على النوع الثاني. إذن الستيم يدخل من فوق ويروح منا إلى البويلر، أكو نوع ثاني لا، الماء التبريد يدخل من فوق وهذا يروح إلى السايكل اللي يروح إلى الكولينج سايكل. فإذا هسه الكلام صحيح بالسلايد القبلة، الستيم يدخل من فوق، هنا عندنا هاي أنابيب التبريد اللي هي تابعة للكولينج سايكل، وهنا هذا يتكثف الستيم ويروح إلى البويلر، هنا يخرج الاير، هذا الهواء يخرج يروح إلى الأتموسفيرك. هذا الهواء موقع إذا كان سنتر، إذا كان بالأسفل يسموه داون فلو تايب، وإذا كان بالوسط
مثل هذا من الوسط راح يسموه سنترال. اذا عندنا السيرفس تايب، الستيم يكون محيط بالانابيب، الانابيب اللي يجري بها ماء التبريد اللي هو يجي من النهر ويروح الى الكولينج تاور، هذا بالانابيب هذه الدائريه اللي موجوده تشوفوا تلاحظوها هنا، وهذا الستيم يدخل من التورباين يدخل هنا. اذا هذا هو السيرفس، هذا ما يصير اي ميكس بين الووتر والستيم. اوكي، اذا ايش عندنا هنا على الانفرتد؟ الانفرتد هذا نوع ثالث وعاده استخدامه قليل، هذا يدخل الستيم من الاسفل ويخرج الووتر من ايضا من الاسفل اللي يتكثف. يعني هنا عندنا بهذا الستيم يدخل من الاعلى والووتر ينزل من الاسفل، هناك عندنا بالانفرتد الستيم يدخل من الاسفل والووتر ايضا يتجمع ويدخل من الاسفل، وما ما ما ذكرت لكم كثير عليه لانه هو نوع استخداماته قليله. هسه نيجي على النوع الاخر اللي ايفابوريت. هسه واضح لحد هنا؟ صار نص ساعه.